اللهم لك الحمد. اليوم أول يوم لي كموظف رسمي في الشركة بعد انتهاء الفرصة التدريبية اللي عطتني إياها تمير. أنا طلال العويشق، أخصائي موارد بشرية. أنا تخرجت نهاية 2019، وكأي شاب حبيت أني أدخل سوق العمل، بس على فترتك بدأت جائحة كورونا، وكان في صعوبة من ناحية أني ألقى فرصة وظيفية بسبب الجائحة. دورت على حل ولقيت فرصة تدريبية من قبل تمهير. بعد انضمام للشركة عن طريق برنامج تمهير قدرت أعمل ببيئة عمل حقيقية، كسبت من وراها خبرات تفيدني في المستقبل. وبعد 3 شهور من التدريب الحمد لله اليوم الشركة قدمت لي عرض رسمي، واليوم أول يوم لي كموظف رسمي في الشركة. أحث الخريجين والخريجات في البحث عن الفرص التدريبية في برنامج تمهير، والتي قد يكون سبب بعد الله في دخولهم سوق العمل.